مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. نشر محمد جواني فيديو على يوتيوب يوضح فيه سبب بكائه بستوري أمس على انستغرام، رغم أنه السبب كان كثير واضح، حيث رد جواني على تصرفات الرئيس الفرنسي وإهانته للرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عامة، وطلب من اليوتيوبرز للوقوف يد واحدة والرد على هذه الإهانة، وجعل هذا الموضوع ترند لا يصل إلى العالم. نشر مدير أعمال فريق نور مار محمد مار على ستوري انستغرام رسالة طلب فيها من الجمهور اللي حابب ينضم لفريق نور مار أنه يبعث معلومات عنه وفيديو تعريفي، فهل رح نشوف في الأيام المقبلة عضو أو عضوة جديدة لفريق نور مار؟ واجهت نور ستارز بعد إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة بلوك بعض من الهجوم والانتقادات، نظرا للحماس اللي حمست به نور المتابعين قبل إصدار الأغنية والفيديو كليب، حيث تحول هذا الحماس لموجة من الانتقادات لأنه وحسب نظرهم ما كانت الأغنية والفيديو كليب بالمستوى اللي انتظروا الجمهور من نور. ما رأيكم أنتو؟ اكتبوا رأيكم تحت بخانة التعليقات. وحابب اتشكركم على الارقام الاخيرة يلي وصلنا لها، اكتر من 90,000 مشترك ورح نوصل قريبا لل100,000 مشترك. شكرا على الدعم والمحبة، انا بحبكم كتير كتير. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.